كان سي حميد العمول باش نتكلموا معاه على هذه الفتره الاعداديه. اكيد بركان من الفراقين اللي داروا موسم طويل وشاق وما ارتاحوش بزاف ومباشره كيدخلوا في الاستعداد الموسم الجاي اللي توا فيه بزاف ديال الرهانات. سي حميد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الاخ عزيز واهلا وسهلا متتبعي ومتتبعي ربي عمر. اكيد سي حميد كما قلت موسم طويل وشاق قاريا ومحليا ما ريحتوش بزاف وبديتوا من جيل الاستعدادات للموسم الجاي اللي احتوى فيه البطوله كاس العرش السوبر الافريقي وكاس الكونفدراليه الافريقيه. فشنو هو البرنامج الاعدادي اللي سطرتوه للفريق باش يوجد لهذه المنافسات كامله؟ وكيف يعرف الجميع عزيز ان فريق النهضه البركانيه الحمد لله رغم الموسم اللي كان شاق وشاق على جميع المستويات تمكنا باش نحققوا اللقب ونهديوا الفريق النهضه البركانيه ونهديوه في كل مكونات الفريق. صحيح الان الراحه ما كانتش عندنا راحه الى سنين واحد الاسبوع اقل من اسبوع ودخلنا في تربوس باش نحطوا البرنامج ديالنا ونستعدوا للموسم القادم اللي تكون عنده رهانات ورهانات كبار اللي كتجلى في اربعه ديال الرهانات. الفارق نحن في الاسبوع الثاني من التربوس اللي انطلق يوم الخميس السابق. التربوس بدا شحال المده غتكون ديال هذا التربوس هذا وشحال بروغراميتو من مباراه وديه في هذا التربوس هذا؟ والتربوس غادي يدوم حتى الاسبوع اخر الاسبوع القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي يتختم بمقابله ضد فريق شباب محمديه. المقابله جرينا جوج مقابلات لحد الان وحده مع فريق وداد تمارا وامس كانت مقابله مع فريق الجيش الملكي ونختتم ان شاء الله هذا التربوس بمقابله ضد شباب المحمديه يوم السبت القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اكيد ملي كنتكلموا مع السي حميد العمول فماشي غنتكلموا مع غير على الشق البدني لان كنعرفوا العام اللي فات فهو كان المدرب المساعد ديال الاطار الوطني طارق السكيتيوي يعني ملم حتى بما هو تقني. الان الفريق في ظل هاد الرهانات الكبيره اللي عنده الموسم المقبل الانتدابات حتى لدابا يلاه رسميا جوج ديال العناصر اللي شفناها من البطوله الوطنيه لما كريم بعدي وكذلك المهاجم ابراهيم بحراوي مازال كاين صفقات اللي غادي تجرى سي حميد. سي عزيز كي كتعرف كي كتمنى يكون عندك لاعب بوليفالون داخل الفريق ديالك ما تمنى يكون عندك مؤطر اللي يكون بوليفالون. بالمناسبه كنشكر سي طارق ولا الاداره ولا جميع المكونات اللي تقوا فيا وعطوني هاد جوج دو ستاتيو ديفيرون كنتمنى باش نكون قد المسؤوليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الان كي قلت لك هنا الانتدابات اللي تدارت لي حتى الان كتجلى في جوج لعابه اللي هو كي قلتي بعدي والبحراوي. اظن الفريق الموسم الفارق شاركنا في ثلاثه البطولات وهاد جوج وخدينا الطريق ديالنا في جوج البطولات اللي كانت شاقه وشاقه كثيره ولكن كتعرف بان هاد جوج البطولات داروا على 13 ولا 14 لاعب اللهم الا سنين الدخول تاع واحد جوج ولا ثلاثه لعابه. الان عندنا استحقاقات كثيره وكثيره بزاف وسي طارق فضل هذا العامل هذا ومازال كيقلب على انتدابات واحده اخرى باش على الاقل يكون عندنا واحد 17 ولا 18 لعاب دو كاليتي. اللي انا كنقول 17 ولا 18 لعاب كنهضر على جوغ دو شوم كنستثمر الحراس باش يكون الاختيارات لحقاش الموسم هذا غادي يكون استثنائي لحقاش الموسم دابا شهر 11 نصف شهر 11 ومازال ما انطلقت حتى بطوله من هذه البطولات بمعنى خصنا نحضروا راسنا بان غتجي موجه من المقابلات اللي غتكون من حد الاربع حد الاربع خص يكون عندك عدد كثير ديال اللعابه الطاقم الطبي غادي يكون عنده حتى هو شغل كثير المسؤولين التحضيرات والتسوكي لوجيستيك راه بالمناسبه كنشكرهم على هذه المسائل هذه احنا واخدين بعين الاعتبار هذه المسائل هذه وكنتمناو باش نكونوا عند الظن المسؤولين ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكون اللاعبين اللي غادروا رسميا حتى دابا الفريق ديال نهضه بركان؟ اللي غادروا رسميا على العلم ديالي هو اجاري اللي التحق بالمغرب الفاسي وسمير ويدار اللي التحق بالدفاع الحفل الجديدي ودون كان عندنا جوج العناصر اسبوار اللي يمكن ان شاء الله معارض الفرق في الدرجه الثانيه.
اكيد دابا الطموحات ديال الجماهير البركانيه راه كبرات يعني من بعد التتويج باللقب، فاكيد في العام الجاي مع المكتب المسير فكاين القاب اخرى اللي حتى هي العين عليها. شفنا الفريق العام العام البطوله حتى الاخر الدورات، كذلك كاين منافسه كاس العرش وكاين ماتش السوبر الافريقي. يعني شنو هما الالقاب اللي مفيزينها العام الجاي باش تربحوها؟ اظن هضر ماشي انا وترخ في هذا الباب، ولكن ملي كتشوف عندك مقابله وحده اللي كتجرى في السوبر كوب دونك تحطها لها الباكي، عندك كاس العرش اللي فيه خمسه تسعه المقابله حتى هو خصو الاهتمام ديالو، وهذه بطوله اللي كي غاليه على عند كل المغاربه. اظن عندنا هادو، انا كنشوف هادو من الاوليات لحقاش الظروف ديالهم ماشي هي البطوله ماشي هي الافريقيا. الان فريق النضال البركاني حاز على اللقب، ما كنظنش ما عنده حتى مبرر باش ما يوصلش للمقابله النهائيه وباش ما يحافظش على هذا اللقب. السعاده بالمناسبه انا كنشوف بان فريق النضال البركاني توهج ديالو بدا افريقيا اكثر من المحليا، توهج ديالو فريق ديال الفريق ولا كيحترم، ولا عنده اسم كبير في افريقيا، عنده اسم كبير قاريا. البطوله المواسم السابقه ما كانش الاحتلال النتائج ما كانت متذبذبه، الان في هذا الموسم هذا الحمد لله قدرنا نسيروا على جوج البطولات وكنا قاب قوسين او ادنى باش نحققوا حتى اللقب اللي بالمناسبه كان كنقدموا التهاني ديالنا للفريق الرجاء البيضاوي على الفوز بالبطوله لهذا الموسم هذا. اظن هذا الموسم هذا كانوا خمسه سته الفرق اللي كانوا عندهم الاسم ديالهم، الان كنتمنى باش تكبر القاعده وتكون ثمانيه ولا عشر الفرق اللي كيلعبوا على البطوله، هذا في صالح المتتبع في صالح البطوله الوطنيه في صالح التسويق ديالنا نتاع المنتوج المحلي. يعني تعبر على اربعه الواجهات العام الجاي، واش هذه المده ديال الاعداد قبل من بدايه المنافسه واش كافيه باش انك بدنيا تكون واجد باش تلعب هذه التحديات كامله اللي هي البطوله اللي طويله والمنافسات القاريه والتنقلات الشاقه ديالها بالاضافه لكاس العرش والسوبر افريقي؟ بالمناسبه سعيد وعزيز السؤال كان واجه بزاف، وان المحل الاستعداد ديالنا حنا خاصه الفروق اللي لعبات اللي شاركت اللي حنا الوداد الرجاء، وهذا توجه ديالنا حنا الاستعدادات بحال اللي كانت عندنا امتداد للموسم الفارق، ما جلسنا تقريبا اسبوع علميا حتى لي كاليتي فيزيك نتاع الانسان ما كينقصوش، دونك شنو درنا امتداد عطينا راحه باش الانسان يغوش اخجي لي باتري ديالو ويرتاح ويخرج من داك الطقوس اللي كان كيعيش فيها والاتعاب اللي دازت باش حققنا هاد الالقاب، وجينا خدينا الاستعداد ديالنا امتداد للموسم الفارق. انا دونك خصنا نكونوا حنا ذكيين في التعامل مع ما سيجري في المقابلات. الان دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم كننتظروا فوقاش تحت البرنامج نتاع البطوله ونتاع الكاس ونتاع البطوله الافريقيه، ومن خلال هاد البرامج غادي نحطوا برنامج خاص للاستعداد البدني والتسوكي تكتيك وشنو اللي ديفلوبي وشنو اللي ما ديفلوبي وشكون العناصر اللي تعطيهم الراحه، وهذا غادي يكون حتى الاشتغال غادي يكون باعتقادات على انفراد باش تحاول تجمع المجموعة ديال كلها يكون عندها إيقاع واحد وتطور لكاليتي فيزيك ديال اللعابة كاملين إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق سي حميد في المشوار ديالكم وسيرتو في المنافسات القارية اللي غتاخذوها العام الجاي، لا كاس الكونفدرالية الإفريقية من جديد وكذلك السوبر الإفريقي، وعلاش لا ما يكونش ثاني لقب قاري لفريق نهضة بركان للآن ولا فريق ديال الألقاب جوج الألقاب وكيطمح لإضافة ألقاب أخرى. شكرا سي حميد عمول المعيد البدني لفريق نهضة بركان.